وفاة بيلي أسطورة كرة القدم البرازيلي عن عمر 82 عام. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. رحل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر 82 عام، وكان نجم الكرة يتلقى العلاج من مرض السرطان قبل 3 سنوات، وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل 3 مرات، ويعتبره الكثيرون من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. وسجل النجم الراحل 1281 هدفا في 1363 مباراة شارك فيها خلال مسيرته الكروية التي استمرت 21 عاما، ومن بين ذلك 77 هدفا في 91 مباراة دولية للبرازيل. ويعد بيليه هداف البرازيل على مر العصور، وهو واحد من 4 لاعبين فقط سجلوا أهدافا في 4 بطولات مختلفة في كأس العالم. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.